يا سعيد، الفترة اللي فاتت فاجئت الجمهور بحاجات حلوة جامدة جدا، بفوتو سيشن أو بأغنية جديدة وكليب أجمد كمان، فعايزين نتكلم ناخدها واحدة واحدة. أول حاجة كلمينا على مزال، أغنية مزال، وإمتى هنسمع إنها تتصور اليومين دول، فتكلمينا عنها. هي اتصورت أوريدي، خلاص صورتها من 3 أيام مع هادي الباجوري، و والحمد لله لحد كبير عاملين فكرة مختلفة، وإن شاء الله كده هي تنزل كمان 2 3 أسابيع، وإن شاء الله تبقى مختلفة عن كل الحاجات اللي عملتها قبل كده يعني. إن شاء الله. طب مش هتدينا أي تفاصيل على كده؟ إحنا اسمين إن إحنا طلع فيه كذا لوك فيه، وفي حاجات جديدة مختلفة. أفضل لك كده لما تشوفوها إن شاء الله يعني. طب ايه الجديد برضو؟ الالبوم اخباره ايه مع سمير سمير؟ شغاله كده تقريبا كل يوم بسجل يعني، ان شاء الله ان شاء الله يعني، بفكر انه يبقى في سنجل قبل كده وبعد كده انزل البوم على الصيف ان شاء الله يعني. حابه فكره السنجلات اكتر الفتره ديت؟ بفكر في سنجل يعني بعد شهرين، وبعد كده ان شاء الله على جون انزل بالالبوم ان شاء الله. طب سميره فاجئت الجمهور جامد بلوك جامد جدا في احدى المجلات، فتكلمينا على فكره الفوتو سيشن الجامده ديت اللي ظهرتي فيها باكتر من لوك، ومين كان صاحب الفكره وتفاصيلها؟ هي الحقيقه مجله الحقيقه بحبهم جدا عشان هم مختلفين ودايما بيشتغلوا شغل الحقيقه مختلف، هم طول الوقت يعني بيعملوا اغلفه مختلفه، وعشان كده انا يعني لما حبيت ان اطل من خلالهم ومن خلال كذا شكل، فانبسطت جدا يعني من النتيجه، والحقيقه هم عملوا مجهود فظيع يعني، وانا الحقيقه كمان كان عندي الاستعداد ان انا يعني اختلف وان انا اعمل حاجه مختلفه يعني. وصلتني اشاعه مش عارفه هي مظبوطه ولا لا، ان في مسلسل تلفزيوني لسميره سعيد. لا خالص، نهائي نهائي. هل معنى كده ان انت رافضه فكره التمثيل؟ لا دلوقتي، لا مش دلوقتي، لا دلوقتي ولا بعدين الحقيقه، بالنسبه لي التمثيل ده موضوع مش بفكر فيه خالص يعني. ايه بقى تقولي لجمهورك في 2014؟ بقول للناس اللي في مصر، بقول يا رب ان شاء الله 2014 تبقى سنة سلام وامن وامان وهدوء، لانه حقيقة كلنا كل الناس تعبت من الضجيج ومن المشاكل، والناس فعلا عايزين الناس تشتغل، وعايزة السينما ترجع والإبداع يرجع والفن يرجع تاني، وكلنا نرجع نشتغل تاني زي ما كنا زمان، وترجع مصر دايما منورة ومتلقلقة وجميلة زي ما تعودت عليها، زي ما حبيتها وأنا صغيرة، تفضل لغاية مدى الحياة. عشان كده سميرة نزلت شاركت في الدستور؟ طبعا مهم جدا يعني، بحسيت ان انا يمكن طبعا كلنا اي صوت هو طبعا مهم، انا حسيت انه انا بما ان انا مقيمه في بلدي الثاني مصر، وانا يعني عشت في البلد دي كتير، ويهمني زي ما يهمني في المغرب انه تبقى بلد هادي، يهمني مصر جدا تبقى بلد يعني زي ما تعودتها دائما يعني.